السلام عليكم أصدقائي المحبين للأسرار العلمية. اليوم سنخوض رحلة استثنائية إلى أعماق المحيطات لنفك أحد أكثر الألغاز إثارة في عالم الثدييات البحرية. لماذا تتحول الحيتان والدلافين، تلك الكائنات الذكية التي تتغذى وتتزاوج وتتنفس مثلنا، إلى جثث هامدة خلال ساعات قليلة بمجرد خروجها من الماء؟ الإجابة ليست مجرد نقص الأكسجين كما يظن البعض، بل قصة معقدة تتداخل فيها هندسة الأجساد مع قوانين الفيزياء القاسية، وتكشف لنا كم هي هشة الحياة خارج البيئة المخصصة لها. لنتخيل معاً ذلك المشهد المهيب، حوت أزرق عملاق يزن 150 طناً، أي ما يعادل وزن 30 فيلاً أفريقياً مجتمعين، يسبح في الأعماق بسلاسة كأنه باليه مائي. هذا المخلوق الذي خلقه الله بدمج القوة الهائلة مع الأناقة المطلقة يتحول فجأة إلى كتلة عاجزة عندما تجنح أمواج البحر بجسده نحو الرمال الناعمة. هنا تبدأ معركة وجودية ضد قوانين الطبيعة، فذلك الجسم المهيأ لتحمل ضغوط المحيط السحيقة يصبح سجيناً في عالم اليابسة، حيث الهواء الحر ليس نعمة بل نقمة. السر الأول يكمن في تحت الماء، يحقق الحوت حالة الطفو المثالية بفضل كثافة جسمه القريبة من كثافة الماء، لكن على اليابسة تختفي تلك المعجزة الفيزيائية فيتحول وزنه إلى ساحق لا يرحم. تخيلوا أن تضعوا مبنىً من 10 طوابق فوق صدر إنسان، هذا بالضبط ما يحدث لأعضاء الحوت الداخلية. الأضلاع تنكسر كأعواد الثقاب تحت الضغط، الرئتان تنضغطان حتى تفقدان قدرتهما على التمدد، والقلب ذلك المضخم العضلي الذي يزن 600 كيلوغرام في الحوت الأزرق يعجز عن دفع الدم عبر الأوعية المنهارة. والأكثر إيلاماً أن الدم يتدفق بفعل الجاذبية إلى الجزء السفلي من الجسم تاركاً المخ والأعضاء الحيوية في مجاعة لأكسجين. فبينما يحاول الحوت العالق أن يلتقط أنفاسه عبر فتحة النفخ العلوية، تواجهه كارثة ثانية، الفرن الداخلي، جلد الحوت المغلف بطبقة دهنية سميكة، البلابير التي تحميه من برودة الأعماق تتحول على اليابسة إلى غطاء خانق. هذه الطبقة التي قد يصل سمكها إلى 50 سنتيمتراً في بعض الأنواع تعمل كعازل حراري فائق، تحبس حرارة الجسم الداخلية كسجين في فرن. خلال ساعات قليلة ترتفع درجة حرارة الأعضاء إلى 42 درجة مئوية، مستوى يدمر البروتينات الخلوية ويذيب أنسجة المخ. والأسوأ أن الجلد الذي طرى ليكون انسيابياً في الماء يبدأ في التشقق كأرض صحراوية جافة، مما يفتح بوابات الألم للعدوى وفقدان السوائل. والآن نصل إلى المفارقة الأكثر غموضاً، لماذا تخرج بعض الحيتان عن طواعيتها إلى الشاطئ وكأنها تنتحر؟ هذه الظاهرة المسماة الجنوح الجماعي حيرت العلماء لقرون. في عام 2016 جنحوا 400 حوت طيار على شواطئ نيوزيلندا في يوم واحد. النظريات تتعدد، بعض الباحثين يعزوها إلى اضطرابات في المجال المغناطيسي الأرضي الذي تعتمد عليه الحيتان في الملاحة، آخرون يشيرون إلى تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية التي تسد أجهزتها السونارية الطبيعية. هناك فرضية غريبة تقول إن القائد الأعلى للسرب البحري، غالباً أنثى عجوز، قد تصاب بخلل فيتاهق باقي المجموعة نحو الموت الجماعي. لكن القصة لا تنتهي عند المأساة، فعمليات إنقاذ الحيتان العالقة هي ملحمة إنسانية وعلمية مذهلة. في عام 2020 شارك مئات المتطوعين المصريين في إنقاذ دلفين نادر جنح بساحل البحر الأحمر. العملية تتطلب حفر خنادق حول الجسم لمنع انهيار الأعضاء تحت الوزن، تغطيته ببطانيات مبللة باستمرار لمحاكاة بيئة الماء، استخدام رافعات هيدروليكية عملاقة لرفعه دون إصابته، توجيهه برفق نحو المياه العميقة باستخدام قوارب تشكل جداراً صوتياً لإرشاده. لكن المفاجأة الصادمة، حتى بعد كل هذا الجهد 80% من الحيتان المنقذة تعود للجنوح مرة أخرى، كأنما هناك غريزة عمياء أقوى من كل محاولات البقاء. وفي الختام تتركنا هذه القصة مع درس فلسفي عميق إلى أضخم كائن عاش على الأرض، جعله أيضاً سجيناً بيئياً لا يستطيع العيش خارج محيطه ولو لدقائق. ربما نحن البشر في عصرنا هذا بحاجة لأن نتأمل هذه الرسالة، فالتوازن الطبيعي هش كزجاج، والخروج عن النسق الكوني قد يكون بداية النهاية. فكروا معي، إذا كانت الحيتان تموت لأنها خلقت للماء، فهل نحن الذين نعيث فساداً في البر والبحر نعيش في بيئتنا الطبيعية حقاً؟ شاركوني آراءكم.